السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. تكلمنا في الفيديو السابق حول العناصر الأربعة، سواء المكونة المادة أو لأي شيء في الكون، وإحنا طبعا اللي يهمنا هي العناصر الأربعة المكونة للإنسان، اللي هي الحس، الطاقة، العقل، الجسد. أي إنسان معناتها وقت يشوف روحه يلقى فيه الأربع عناصر هذه. وطبعا كما قلت لكم في الفيديو السابق أن كل شيء متكون من هذه العناصر، إلا أن درجة ظهور العناصر فيه تختلف من شيء إلى شيء. وتكلمنا أيضا حول مسألة الأعداد وما يسمى بسر الأعداد في الغنوصية، وطبعا هذا الموضوع ياسر طويل وما نجمش يعني نحكي فيه، على خاطر كم باش نحكي فيه باش يوفى رمضان ويوفى العام ونحنا مانيش باش نكمل. ولكن طبعا نعطي فكرة في فيديو من الفيديوهات حول ما يسمى بالأعداد الأساسية اللي يقوم عليها كل الأعداد الأخرى. قبل ما نبدأ في الفيديو هذي اللي باش نتكلم فيه حول ما يسمى الحس، باش نرجع للحس لأن الحس هو أهم شيء في الفكر الفطري أو ما يسمى الحنفي أو الغنوصي، طبعا الأسماء كثيرة. حبيت معناتها نرد على أحد الأشخاص، عمل تعليق في الحقيقة ضحكني، معناتها بعد لسماع الفيديو الفارطة قال لي الإلحاد نعمة. بالفعل الواحد معناتها كيبدا ملحد يعني يبدا مرتاح، ما يدخلش في المتاهات لأنه واقعي، فهمت؟ لأنه يتماشى مع العلم، يحسب الأمور حساب رياضي، ولكن ديما يحس روحه ناقص حاجة، فهمت؟ ناقص الإيمان، فهمت؟ كونش كيحول العلم متاعه والتعامله مع المادة والمنطق متاعه إلى نوع من الإيمان، وقتها ينجم يحس بالاطمئنينة. الإيمان حاجة ضرورية بالنسبة للإنسان، هذه مسألة معناتها أي إنسان يحسها في الداخل متاعه، هي فطرة، محتاج الإيمان. حتى الملحد اللي يقول نفسه ملحد ومادي 100% تلقى عنده إيمان، إيمان ذاته، إيمان بالإنسانية، إيمان بالكون، عنده نوع من الإيمان، لأن هذا الإيمان هي النكهة اللي تعطي للإنسان صفة الإنسانية. هذه معناتها مسألة مهمة، مهما كان الإيمان، مهما كان الإيمان حتى ولو غلط وحتى كان مخدر، ولكن الإيمان يعطي قوة للإنسان اللي ما تلقاهاش عند الحيوان. عمرك شي شفت حيوان مؤمن؟ لا، الحيوان عمره ما يعرف الإيمان شنو. يمكن عنده إيمان ما نفهموهش أحنا، ولكن مرتبط بالعالم المادي وبرغباته وبالأمور اللي تخصه هو، لكن ما تلقاش عنده إيمان يدفعه، فهمت؟ كما يدفع الإنسان نحو الإبداع ونحو الفن ونحو العلم ونحو الإنتاج والطموح. هذه صفة موجودة في الإنسان، تمشي لأي بلاصة فوق الأرض يلقى ركيزة موجودة في الداخل متاعنا، يختلف من بلاصة لبلاصة، من زمان لزمان، ولكن هناك إيمان. إذا المشكلة مش في الإيمان. تو مثلا الكنيسة أو المسيح هما نعرفوهم اللي يعتمدوا على فكرة الإيمان، يعني فكرة الإيمان عندهم أساسية. وقت ظهروا ما يسمى الملحدين أو ما يسمى المجددين في أوروبا، أول حاجة حاربوها هي الإيمان، باش يكسروا به الكنيسة. ولكن وقت كسروا الإيمان كسروا حاجة في الإنسان، هذاك علاش تلقى عندهم نوع من البرود، ما عندهمش يعني الحياة هذه اللي موجودة
مثلا في الشعوب نتاعنا، خاصه مع الملحدين حتى من الشعوب نتاعنا، تلقى واحد تلقاه ملحد على الطريقه الغربيه، تلقاه انسان جامد، ما تحسوش ما فيهش روح. فهمت؟ هذيك معناتها حاجه مهمه جدا. احنا ما لازمناش نتبعوا الغرب في الباهي والخايب. احنا عندنا الشخصيه نتاعنا، كل شعب، مش احنا برك، كل شعب، كل تجمع بشري، كل انسان عنده الخاصيه نتاعو. والحفاظ على الخاصيه هي تنوع وغناء للانسانيه. شنو الفائده نوليو كنا روبوات؟ شنو هي الفائده؟ ما عندها حتى فائده. المهم هوني حبيت نحكي على مساله معناتها مهمه فيما يخص الحس. احنا قلنا ان القران والكتب المقدسه بصفه عامه والامثله الشعبيه كل هذه تحتوي على افكار غنوصيه فطريه، يعني يتناقلها جيل عن جيل بالحس نتاعو. هذاك علاش نقول لكم لازمكم تنتبهوا، تنتبهوا للطبيعه ولانفسكم وللنص. مهما كان النص تنجم تخرج منه مفهوم يكون مناسب للعصر نتاعك. هذه معناتها مساله مهمه. اذا مساله الحس في الاديان الابراهيميه اعطى اسم النفس، ونلقاه مثلا في القران: ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. في الحقيقه النفس لا هي خير لا هي شر. النفس شيء يحتوي على كل شيء. تعرف الشخص اللي مثلا يقول لك انا حر، ما فما حتى انسان حر، لان في عالم مادي، والعالم المادي يحمل المكان، الحدود. ما فماش حاجه في العالم المادي ما عندهاش حدود، لان الحدود في عالم المادي يخليها موجوده. اذا الحس او النفس هذه حاجه ما عندهاش حدود. والانسان الحر، والانسان معناتها ينجم يكون حر، لكن في الداخل بتاعه، بالفعل في الداخل بتاعك تنجم تعمل اللي تحب، ما فماش حدود. فما اشخاص يقول لك ما فماش حريه، اي اوكي ما فماش حريه في العالم هذا، ولكن في الداخل بتاعنا نجم نعيشوا الحريه. ما فماش حاجه ممنوعه، تنجم تفكر اللي تحب. والعلم هذا، العلم الغنوصي او علم الاديان او الايمان وغيره، في الحقيقه يفتح العقل الانساني. اي انسان خرج من الاسلام او خرج من دين وعرف وذاق لذه الايمان يكون انسان خاص. انا مانيش نفضل انسان على انسان، لا، كل واحد التجربه بتاعه في الحياه، فهمت؟ ولكن يكون عنده نوع من الالتزام. علاش؟ على خاطر يعرف معنى الايمان. اذا مش منطولش عليكم الفيديو هذه، واحنا تعرفوا الفيديوهات هذه نعملوها قصيره. مساله ما يسمى النفس يسموها الغنوصيين او الذي يؤمنون بالفكر الفطري ان الاصل نتاع الوجود قبل الوجود اللي هما يسميوه العدم، العدم الكلي، هو عبارة على نفس فيها الخير والشر، فيها كل شيء. يعني لو نقارن أصل الوجود ما يسمى، لو أردت أن تفهم العدم، فهمت؟ افهم النفس. وهذا العدم كان في فوضى، وانت تشوف النفس متاعك لكلها فوضى. ساعات قبل ما ترقد وتحس ساعات حاجات، ساعات تحس حاجة ونقيضة. يعني هذا الحس هو أصل الوجود، يعني كان هناك إحساس عدم مطلق. فماذا وقع؟ هذا الإحساس اللي هو فوضى، فوضى بأتم معنى الكلمة، بدأ يتحرك. وعندما تحرك ظهرت ما يسمى بالحركة أو بالزمان. وعندما ظهر الزمان أو ما يسمى ظهرت الحركة،
فهمت؟ في هذا العدم او هذه الفوضى انت تشد حاجات داخلين بعضها متحركه ومتحركه 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 مش توقع، يوقع نوع من النظام، وهذا النظام هو العقل. اذا النفس ثم الحركه، النفس هي العدم الكلي اللي هي الفوضى ثم الحركه، ونتيجه هذه الحركه وقع نوع من النظام اللي هو العقل. في الحقيقه شنو هو العقل؟ العقل هو اشياء منظمه، ما نجموش نشوفوها اللي هي منظمه كلش كي نقارنوها باللي مش منظم. وقت توجد العقل شنو وقع؟ وقع ما يسمى بالمكان، بالحدود. الحاجات المنظمه انت تو تشد حاجات دخلهم بعضهم دخلهم بعضهم دخلهم بعضهم، وقت تتكون حاجه منظمه تعمل حدود تبان تغزر لها، وتنجم تجرب هذا بالرمل، شد الرمل وابدا العب بيه هكا العب بيه، فهمت؟ الحاجات اللي تتكون بطريقه تنظيميه عندها معنى تبان وحدها، وهنا ظهرت الحدود، ما يسمى بالمكان. اذا النفس، الحركه او الروح، ثم العقل التنظيم، ثم الحدود او الجسم، ما يسماش جسم مازلنا ما وصلناش للماده، اما الجسم اللي هو الحدود. وهكذا بدات الامور تتطور. شنو نقولوا هما؟ معناتها الفكر الفطري، فهمتوا؟ طبعا هذا النجم قارنوه بالعلم وبالتطورات العلميه، فهمت؟ وقت ظهر المكان، ظهرت ما يسمى المكان، هما يعملوه على شكل دائره، لان العدم، العدم في الفكر الفطري الغنوصي هو مربعات او مثلثات لا نهايه، فهمت؟ علاش مربعات؟ مربعات لان ليس فيه فراغ. مربع كي تلصق المربع تلصق المربع، انت لو تشوف التصويره لو شفتوا اول فيديو عملته حطيت فيه خلفيه ان ما يسمى صوره شفافه ترانسبارنت. الصوره الشفافه مثلا وقت تحلها في الفوتوشوب ولا غيرها تلقاها مربعات مربعات، ما يتسماو بال معناتها اللي يعرف التصاور لي بيكسل. لي بيكسل لازمهم يكونوا مربعات باش ما يكونش فما هناك فراغ. وعندما وقع التنظيم وقعت الدائره الصفر، او ما يسميوها مثلا الفيديين ما يسمى البيضه. وشنو وقع؟ ان في وسط هذيك البيضه، فهمت؟ ظهرت النقطه. النقطه هي بدايه الماده، على خاطر وقت تاخذ مكان، فهمت؟ مكان معين ولو حتى فارغ، ديما فيه ما يسمى الوسط، التركيز. ثم ماذا وقع؟ وقع انفجار، هما يسميوه في الغنوصية التضحية، اللي نلقاها في الفكر المسيحي، فهمت؟ أن عيسى ضحى، اللي هو إله، وضحى من أجل البشرية. ونلقاوها أيضا في الفيدية، على أن الإله الأول براهما قطع روحه أربعة جهات باش يقد ما يسمى بالجهات الأربعة، فهمت؟ يعني هذه فكرة التضحية. وتوقع الانفجار شنو وقع؟ المكان أصبح واسع، وفي هذا المكان وقعت فوضى أخرى، ولكن هذه المرة فوضى المادة. شوف فاش بدينا النفس، الحركة، العقل، المكان. نفس، حركة، عقل، مكان. المكان ظهرت فيه المادة الأولى، ثم المادة انفجرت أحدثت فوضى نتاع غبار في العالم، ثم هذه الفوضى بدأت تتراكم تتراكم تتراكم، اللي كونت العناصر الأربعة اللي هي النار والهواء والتراب والماء، فهمت؟ يعني كونت العناصر هذه، وبدأت تكون المجرات، وبدأ يتكون الكون، ومن بعد ظهر النبات، ومن بعد ظهر الحيوان، ومن بعد ظهر الإنسان. إذا هذه الفيديو مش طويلة ياسر،
حبيت نفهمكم يعني الفكرة بصفة عامة، خاطر نعرفها صعيبة 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 للآخر رغم سهولتها. لكن الفيديو القادم أنا نوعدكم باش نعمل لكم فيديو مع رسومات، يمكن غدوة يمكن بعد غدوة نعملها لكم الفيديو، يمكن نوخر على خاطر باش تكون شوية صعيبة، لازمني نخدم هذاك الشيء على الفوتوشوب، باش نعمل لكم ما يسمى مسألة تشبيهية كيفاش الإحساس متاعنا يشوف كيفاش توجد الكون. ولو تشوفها وتحاول تفهمها تو تشوفها موجودة في الداخل متاعك، لأن هذا الشيء موروث، احنا كلنا البشر هذو اللي موجودين في العصر هذا، فهمت؟ احنا تقريبا نفس الأشياء الحسية، متقاربين، هذاك علاش نتفقوا في ياسر أفكار. ولكن شنو هو اللي يخلينا نختلفوا؟ اللي يخلينا نختلفوا هي التبعية والتعصب، هذا اللي يخلينا نختلفوا. لأن في الحقيقة وتجي ترجع للفكر الفيدي، إن التضحية عادت في براهما الإله أو في بوذا أو في المسيح أو في أي شيء آخر، فهمت؟ نفس الفكرة موجودة عند جميع الأديان، لكن كل واحد خذاها القوم أو الأفكار وقننها وجعلها متاعه هو خاصة، وفرض روحه اللي هو عنده الحقيقة والباقي ما عندهمش الحقيقة، رغم أن الحقيقة موجودة في لب كل الأديان والمعتقدات وهي الفطرة. طبعا عندما يتم استغلال الحقيقة والمعرفة للمصالح الخاصة، هنا يوقع التزوير ويوقع الكذب من أجل السخرية من الآخرين. حتى حد ما هو محتاج الدين، الدين في داخلك أنت، أنت كإنسان موجود هوني، أوجدك الكون باش تكون الرب هذا الكون. أما الرب الأول واللي تو نشوفوا كيفاش معناتها الخطأ اللي وقع، معناتها كيفاش حسبوا أن هناك رب، في الحقيقة ليس هناك رب، ولو هناك رب هو الإنسان، بل الكون محتاج إلى رب، ليس خلقه رب. لأن لو عادت الفوضى نعود للعدم، لو عادت الفوضى سوف نعود للعدم، لأن الفوضى هي العدم. إذن لازمنا نمشي نحو النظام، وعندما نقول النظام ليس بمفهوم النظام تولي معناتها كل العباد كل الأشخاص مش كل، وعندما نقول النظام مش مفهوم النظام كل الأشخاص كل تلقاهم عندهم مشكلة هيك نحطهوني هذا نحطهوني، لا مش هذاك. النظام هو انك يكون عندك مبادئ في حياتك، يكون عندك انت تخلق روحك نظام، مش يفرض عليك نظام. لازم كل فكرة عندك تبدأ تؤمن بها انت، وانتم تشوفوا كده حاجة في طبيعتك وتؤمن بها ومقتنع بها، سهل تعملها، تعملها بطريقة وانت مرتاح. بينما كي نفرض عليك حاجة لا، تعملها وانت كاره روحك. المهم الفيديو القادم باش نعمل لكم فيديو بالرسوم، باش نعطيكم فكرة كيفاش ترى الغنوصية خلق الكون أو خلق المادة أو خلق الوجود، باش تنجموا تقارنوها بالأفكار الدينية الموجودة. من بعد نتنقلوا لمراحل أخرى من مراحل الغنوصية، وإحنا مازال عندنا ياسر حلقات حول الغنوصية، ونتمنى أن الكلام اللي نقول فيه ماهوش صعيب ياسر، صدقوني نعمل مجهود باش نسهل أكثر شيء ممكن ونحكي ببساطة، باش تحاولوا على الأقل تفهموا شوية، أو حتى كما تفهموش، فهمت؟ حتى كما تفهموش، هذه رياضة للمخ، هذه رياضة للعقل متاعكم. خدم مخك، خدم مخك، خدم عقلك، خدم إحساسك، خدم مشاعرك، ما تكونش جامد. قال الله، قال الرسول، قال فلان، قال فلان، قال أبي، قال السيد الفلاني، لا، ما قال حد، أنت اللي تقول، أنت اللي تقول. كان حاجة فهمت قالها شخص آخر وحسيتها، أي أوكي فما حتى مشكل، فهو قام بعملية إيقاظ
الفكرة اللي نايمة فيك. بينما لأنه فلان قال التبع عينيك مغمضة، هذا هو التبعية وهذا هو النقل. فما قولة تعتبر ونصية منسوبة لعلي تقول، فهمت، لا يعرف الحق بالرجال وإنما أعرف الحق تعرف رجالا. ما تقولش فلان قال لك الحاجة هذيك يعني صحيحة، لا، ابحث وشوف وحس وتأكد. من بعد كي واحد يقولها تقول اه عنده الحق، عنده الحق قدرك انت حسيتها. راهي مسألة ياسر مهمة، الفرق ياسر بسيط بينما ان واحد يقول لك فكرة تحسها وتقبلها، ومن بين واحد يقول لك فكرة تقبلها على خاطر هو قالها. هذا خطأ كبير، لازمك تحسها تعيشها تعرفها تفهمها، وقتها ما فما حتى مشكل. تولي الفكرة بتاعك، لأن الأفكار ما هيش ملك حد، ملك الوجود كله، مش حتى ملك الإنسانية. شكرا على المتابعة، شكرا على التوزيع، رغم اللي نعرف اللي ما فماش توزيع، ومع فيديو قادم وبسلامة.